انت ما بتاكليش ليه؟ انا عارفه اشتغلت كتير، الاكل حلو قوي، تسلم ايدك. انا ما عملتش حاجه، قمت الصبح لقيت ماما قاعده تعملهم في المطبخ. ربنا يخليها لي، هما الامهات كده بيحسوا بينا قبل ما نشتكي. صح، انا لما ببقى تعبانه بلاقي ماما بتكلمني وتسال عليا من غير ما اقول لها ان انا تعبانه. الا اخبار الحمل ايه؟ ماشي شويه كده وشويه كده. دي مدوعه الواد اللي في بطنها، دي هتجننه. ده انا اكلت كتير قوي، اشكري لي مامتك. مش هنشرب الشاي؟ عندي شغل كتير هشربه في المعمل. افوت عليكي واحنا مروحين؟ ميرسي يا دكتوره. ليه ميرسي ايه؟ ايه العبط ده؟ الله، ازيكم يا دكتورات؟ اهلا دكتور حسن، على اذنك. اتفضلي. جيت في وقتك. ايه الشكل الحلو ده؟ انا لو اعرف كده ما كنتش كلت. على فكره العينات اللي انت بعتها لي تحت قضيه مدينه نصر عملت بيها تقرير وبحث. طيب انا هعدي عليك في المعمل بعد شويه. افتكرت ان انا عندي شغل مهم جدا دلوقتي. طب استنى استنى، نبقى نمشي مع بعض كلنا. عندي شغل. عملتي ايه في العمليه؟ مش عارفه اخد قرار، انا بفكر اروح طنطا اعمل العمليه هناك. طنطا ليه؟ الدكتور هناك ممكن ما يبقاش كويس. الدكتور هنا كويس قوي، كفء. مش عارفه اعمل ايه، انا متلخبطه خالص. نشوى، ما تاخديش وقت في التفكير، الدكتور قال كده، حالتك بالذات عايزه بسرعه. الحرز عباره عن فوطه بها تلوثات مشتبهه ممكن تكون من اثر الدماء المتهم بعد الحادث. ممكن تعزميني على شاي؟ انت مش كنت بتشرب شاي مع الدكتوره نشوى والكلام اخدكم؟ معلش انا عايز اشرب معاك انت. نعم دكتور. واحد شاي مظبوط للدكتور. اهلا يا دكتور. ممكن اعرف بقى انت مشيتي وسبتي المكتب ليه؟ يعني حسيت ان في بينكم كلام ما يصحش ان انا اكون قاعده وانتوا بتقولوه، فيعني خليت عندي دم شويه واحساس ومشيت. بصراحه هو موضوع نشوى ده يعني موضوع شويه حساس، لان هي مستأمناني على حاجات مش قادره اكلم فيها. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا الدنيا كلها اتدربكت فجاه فوق دماغي، كلها اتلخبطت. موضوع سمر برضه ولا ايه؟ سمر وندى اللي مش عارف اشوفهم، وقضيه النفقه اللي انا مش عارف اخرها ايه، والمعمل الجديد والشغل، خلاص مش عارف افكر فعلا، مش عارف. طيب شكرا. انت رايح فين؟ مش طالب الشاي؟ بص بقى البسكوت ده بقى معاه ما اقولكش يا عيني. هو روبي حتى مش سايبك في المكتب الجديد؟ لا ده مش روبي بقى اللي مش سايبني، ده انا مش سايبه خالص. جاهزه؟ خلاص. عندك كليه بكره؟ طب ما دام كده بقى تعالي اتغدي معايا بدل ما تقعدي في البيت لوحدك. مش عارفه انا بحب اكون في البيت، يمكن وليد يتصل ولا يجي يكلمك على الموبايل. ما عنديش اعذار. يلا يا ستي. اوكي يلا. المبلغ ده عشان سيب كريم لمدام أمانة ربيه. بس ده ابني وأنا أولى بتربيته. مدام أمانة هتعيش في مستوى أنت مش هتقدر عليه. طيب ممكن أشوفه إزاي يعني؟ أي وقت أنت عايز تشوفه أنا هجيبه لك لغاية عندك. أنا ما أقدرش أحرمه من باباه، كفاية إنه اتحرم من مامته. لو ان الواد هيوحشني جدا يعني، بس انا عشانك ممكن اعمل اي حاجه عشان مصلحتك انت بس. فتحي انا قلت في النيابه ان مدام لبنى خدت منك كريم بالاتفاق وبمعرفتي، عايز كلامنا يبقى واحد، مش عايز اي شوشره. مفهوم؟ مفهوم. مش قادرة أصدق إنه ساب لي كريم كده بالسهولة دي.
فتحي ده ما بيفكرش غير في الفلوس وبس. تلاقيه دوره في دماغه لا نفسه هيطلع خسران خسران. قال لك يلا اطلع بقرشين وخلاص، خصوصا يعني المرحومه ما سابتش تركه كبيره قوي الكريم ممكن يحط ايده عليها باعتباره الولي عليها. مش مهم كل ده، المهم ان كريم بقى في حضني. بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي يا رأفت بيه. تشكرين على ايه؟ الضابط وائل الدمرداش عايز يقابل سعادتك. خليه اتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل سعادتك. صباح الخير يا رأفت باشا. اهلا وسهلا. انا جيت حسب الميعاد. اعرفك مدام اماني اخت المرحومه كريم ابن لبنى من جوزها الاولاني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. احنا هنحتاج ندردش مع حضرتك شويه عشان القضيه. اي وقت، المهم ان احنا نوصل للقاتل. اطمني احنا شغالين في القضيه. انا منبه على كل الموظفين يتعاونوا معاك، بس المهم ما تعطليش شغلي. ما تقلقش يا رأفت باشا، عن اذنك. اتفضلوا. عن اذنك. اتفضلي. شكرا. مع السلامة. وبما ان ما كانش فيه اثار اغتصاب وجوزها كان مسافر، ده معناه انها كانت على علاقة غير شرعية مع حد دي. من التحليل لقينا ان المواقعة حصلت قبل الوفاة على طول، بس عشان الجثة تم اكتشافها بعد كذا ساعة، عينة السيمن كانت صغيرة جدا، ما قدرناش نوصل للبصمة الوراثية. وائل بيه. اهلا دكتور. اهلا وائل بيه. اهلا يا وائل بيه، اتفضل. ها ايه الاخبار؟ ده تقرير بالتحريات اللي عملتها في الشركة. طيب ممكن تلخص لنا التقرير ده يا وائل بيه؟ والله يا فؤاد بيه، لبنى كانت ست عصبية جدا، بس كانت جادة جدا في الشغل، ورأفت كان بيثق فيها ومديلها كل الحرية في عقد الصفقات، لكن قبل الحادثة حصل تغيرات وسحب منها كل الصلاحيات دي وادها لابن طارق، وكمان تم تكليف مراجع قانوني يراجع حسابات الشركة. طيب ما يمكن رأفت عارف بخيانتها وممكن هو يكون سحب منها كل المسؤوليات دي وقتلها؟ ايوه، بس التحريات اثبتت ان رأفت كان موجود في اسكندرية قبل قتل لبنى بيومين، كان عنده مؤتمر هناك، وبعدين ما رجعش القاهرة الا بعد ما اتقتلت بيوم. مش كده ولا ايه يا وائل بيه؟ بالظبط، كل الشهود بيأكدوا ان رأفت ما كانش بيتحرك من الفندق الا عشان يطمن على اولاده ويتابع شغله، لان معظم شغله هناك في اسكندرية، وده اللي كان بيخليه يقضي اكتر من نص الاسبوع في اسكندرية. وبعدين رأفت كان متعاون معانا من اول التحريات في القضية. كده ما دام عنده حجة غياب يبقى خلاص. لا، المعلومات دي مش كفاية يا وائل بيه، احنا محتاجين استيفا كاملة عن الشركة بتاعتها ومين العملاء اللي كانوا بيتعاملوا معاها، وهل كان في خصوم في الشغل معاها ولا لا، وبعدين مين اللي كانت على علاقة بيه. لسه ما وصلناش للمعلومة دي. اللي عرفته ان رأفت كان معين سواق عند لبنى، وقبل الحادثة رفضوا ومحدش عارف ايه السبب. يعني معنى كده انها في الفترة الأخيرة كانت بتسوق العربية بنفسها، وبالتالي ما نعرفش هي كانت بتقابل مين وبتروح فين. انت تقدر تعرف بطريقتك يا وائل بيه، هو انا هعلمك شغلك ولا ايه؟ مفهوم يا فؤاد بيه. طيب تفتكري ايه الاماكن اللي ممكن تكون اتقتلت فيها يا دكتور؟ يعني يا البيت يا المكتب يا اي اماكن كانت بتتردد عليها كتير. بتهيألي مش صعب قوي ان رأفت يسمح لنا بان احنا نفتش في بيته او في شركته. ما احنا ممكن نقول له ان احنا هندور على ورق او اي حاجه تساعدنا في القضيه. والله يبقى كويس، يا ريت يوافق. طيب دكتور احنا هنحتاج تنزلي مع وائل في المعاينه دي. تحت امرك، انا مستعده في اي وقت. ايوه بس المعاينه دي لازم تتم بشكل ودي، مش عايزين اي حاجه تستفز الراجل وتخليه بطل يتعاون معانا. مفهوم طبعا يا فؤاد بيه. من مصلحتنا ان رأفت يثق فينا، ده هيسهل لنا كتير في شغلنا، لان لو عصلك ده هيدخلنا في متاهه ملهاش اخر بسبب الحصان. أنا مش أول مرة أنزل عين يا فندم، بس إذا سمحت إديني فرصة قبليها علشان أعمل حسابي. جثة سيدة في الخمسين من عمرها، لا توجد إصابات ظاهرة، لم يستدل على وجود مأكولات في الأمعاء، مما يشير إلى أن هناك فاصل زمني بين آخر وجبة تناولتها المدني عليها والوفاة. غريبة جدا، مفيش سبب ظاهر للوفاة، كل الأعضاء سليمة، الجثة دي والجثة أختها. يعني الأختين دول لقوهم ميتين جوه حمام بيتهم
والحمام مقفول عليهم من جوه ومفيش سبب للوفاة؟ اه واقفل ده. يبقى مفيش غير عفاريت. اللهم اجعل الكلام ده خفيف عليهم. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ لسه هنعمل تحاليل للقحشه وللدم، ضروري هيطلع فيه سبب. قفل الجثتين وادي العينات لامن المحل. ابوس ايدك يا دكتور، ما تسيبنيش معاهم هما الاثنين، دول شبع عليا مسكينه. انا هسيبك يا حبيبي وابقى اجي اشقر عليك بعد شويه، مش هتاخر؟ علشان خاطر يا دكتور. سالم؟ ماشي يا دكتور، ماشي. انا مش معاهم. ايوه انا بعمل اللي عليا. قفل يا سالم، افتح يا سالم، انا هقفل واتصرفوا انتوا معاهم بقى. عيشوا. ناشو مالك يا ناشو؟ لا مفيش حاجه، انا كويسه. كويسه ايه؟ انت تعبانه اجيب لك دكتور؟ لا 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 انا كويسه. انا هاخد مسكن وهبقى كويس. انت عندك ايه بالظبط؟ قوليلي، احنا اخوات. انا تعبانه قوي وخايفه اموت. شيخه بعد الشر عليكي في ايه؟ أنا عندي كانسر ورم في الرحم. عارفة قبل ما جوزي يتوفى كنت بروح لدكاترة، يعني بحاول أخلي. دلوقتي مبقاش في أمل خالص. هل ابنك كريم كان عايش معاك بصفة دايمة ولا كان عايش مع والدته؟ لا باشا، هو كان عايش معايا يعني، بس بصراحة يعني أمه هي اللي كانت بتصرف عليا، كانت عايزة تعيشه في مستوى ولاد زواج يعني. لكن قبل ما يحصل اللي حصل يعني اتفقنا أنا وهي إن كريم هيروح يعيش معاها. الله يرحمها بقى، كان نفسها تقرب منه يعني. عارف سعادتك شافت هي إن الولد روحه فيها زيادة عن اللازم يعني. طب وليه ما كانش عايش معاها من البداية؟ عشان كانت متجوزة باشا. لا مؤاخذة يعني، أنا ما ينفعش ابني يعيش مع جوز أمه يعني. مش ممكن ده يحصل وأنا عايش على وش الدنيا. الله، أمال إيه اللي خلاك تغير رأيك وتقبل إنه يعيش مع طليقتك وجوزها؟ أنا رضيت يا باشا بقى عشان مصلحة ابني بصراحة. أنا بشتغل الحمد لله وكل حاجة يعني، بس على باب الله يعني. لما بيجي له شغلانه بنزل اعملها يعني. لكن هي بقى كانت ماسكه شركه جوزها، بالتاكيد كانت هتقدر تعيش كريم في مستوى تاني خالص يعني. انت عارف الولد بيكبر سعادتك ومصاريفه بتكتر يعني، انت عارف بقى الحياه والمصاريف وكده. هل لديك اقوال اخرى؟ لا باشا بصراحه ما عنديش اي اقوال اخرى بصراحه. تمت اقواله ووقع امامنا. بس خد بالك انا هستدعيك تاني. ها يا باشا، انا تحت امر الحكومه كلها يا باشا. بابا استدعاني من اسكندريه عشان استلم اداره الشركه. هو كان في مشاكل في الشغل ليها علاقه بارباح الشركه في الفتره الاخيره. بابا كلمني من اسكندريه وطلب مني ادور على لبنى، وفعلا بعت حد يدور عليها في البيت. علاقتي بيها كانت عاديه، كانت مرات ابويا. الو، ازيك يا عايده وازاي الولاد؟ عاملين ايه؟ انت طفشان ليه؟ بالراحه عليا شويه. انت مالك داخل عليا زي القطر كده ليه؟ انت 100% عامل عامله. عامله ايه بس؟ انت عايزه تلبسيني مصيبه وخلاص؟
امال عادل قلب عليك الدنيا ليه؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده، انت لو ما رجعتش النهارده يستحسن ما ترجعش خالص. خلاص هوضب اموري وارجع. تظبط ما تظبطش انت حر، انت لو ما رجعتش النهارده انا مش هدخلك البيت، هغير الكلام. مش ههدى، ههدى تهدك. بابا ده اللي كان بيتكلم يا ماما، ما خليتنيش اكلمه ليه؟ ده وحشني قوي. وحش لما يلهفك. غور غور. اهو معاك جدول امتحاناتك ومحاضراتك مالكش حجه. لما اشوف هعرف اعوض اللي فاتني ازاي؟ عادي خد اللي فاتك من اي حد من زمايلك. بقولك ايه، تحب اصالحك على ايمن؟ لا سيبيه دلوقتي، خليه يهدى شويه بعد اللي حصل، واحنا مع الوقت الامور هتتحل ما بيننا. انا عارف ايه. طب بمناسبه بقى رجوعك الى ارض الوطن، ما تيجي اعزمك على حاجه؟ رجوعي لارض الوطن؟ طب ده لازم يبقى على ارض محايده وبدون جمهور. يبقى كافيتيريا. يلا بينا. يلا هنتقابل النهارده في البيت؟ ما افتكرش، بلاش النهارده عفيف. انت مالك يا حبيبي اليومين دول؟ نبي ابعد عني، انا مش طايق روح. بس انت وحشتني قوي. انا يا معتز. الحمد لله على السلامه يا استاذ معتز. انا كل اللي هشوفه هقول الحمد لله على السلامه. وانا كنت مسافر. يا سيدي والله لو كنت مسافر كان بقى ارحم، على الاقل كنا عرفنا انت هترجع يوم ايه. اخبار الشغل ايه؟ زي الزفت. رافت الظاهر شاكك ان في شغل بيننا وبين لبنى. انت متاكد؟ هي قالت لك كده؟ مش قالت ولا حاجه، بس هو كمان خلى ابنه يمسك الشغل. قول لي احكي لي عملت ايه في الفتره اللي فاتت؟ انا بابا بلاش التحقيق اللي ماما فتحه لي ليل نهار في البيت ده، انا مش قادر. بلاش يا سيدي لا تحقيق ولا حاجه. قول لي هترجع الشغل امتى، خصوصا ان احنا محتاجينك دلوقتي. انا بس محتاج اقف على رجلي شويه في المذاكره. اتفقنا. قول لي انت اتغديت؟ لا. كويس، قوم نتغدى مع بعض. يلا حد سأل عليا قوله ان انا روحت. اليوم طويل النهارده يا وائل بيه. ادخل. تمام يا فندم، في واحد بره عاوز يقابل سيادتك. بخصوص ايه؟ عادية لبنى مسعود يا فندم. هاته. حضرتك يا فندم. مساء الخير. يا فندم انا جاي اعمل محضر ضد عضو مجلس الشعب رأفت صلاح الدين. مرة واحدة كده؟ انا بتهمه ان هو اللي قتل مراته لبنى مسعود. انا كنت عارف ان كان في مشاكل بين المرحومه وجوزها على الشغل قبل ما تتقتل. وايه طبيعه المشاكل دي؟ ما اعرفش تفاصيل، بس واضح انها كانت كبيره، بدليل ان هو شالها من اداره الشركه وجاب ابنه بدلها. وما جيتش تشهد قبل كده ليه؟ اصلا انا في الاول كنت شاكك وما كانش عندي معلومات كفايه، بس لما عرفت التغيرات اللي حصلت في الشركه اتاكدت. وهي علاقتك بالقتيله بالظبط؟ كنت ماسك التعاملات اللي بين شركة رأفت اللي هي كانت ماسكاها وشركة بابا عادل البنهاوي، ومع الوقت بقينا صحاب. صحاب لدرجة انها تحكي لك خلافاتها مع جوزها؟ ده انتوا كنتوا صحاب قوي بقى على كده؟ هي ما كانتش بتحكي لي تفاصيل، بس هي الفترة الأخيرة كانت متغيرة شوية، ولما سألتها أكتر من مرة قالت لي، واضح كمان إنها كانت خايفة منه قوي. متشكرين قوي على المعلومات القيمة دي، وهنبقى نستدعيك في الفترة اللي جاية. تمام، عن إذن حضرتك. اتفضل. احنا ناقصين هبل، كل واحد هيعمل لي فيها ضابط مباحث ويعرف حل القضية. ايوه يا سعيد، تعالى لي المكتب عايزك في حاجة مهمة. سلمتي التقرير للدكتور عبد اللطيف؟ اخيرا خلصت وسلمته له، ولولا ان هو بيثق فيا كان زمانه بيعيد التشريح تاني مع زملاء تانيين. ما هي حاجة غريبة فعلا، أختين يموتوا في بيت واحد في نفس الوقت، ما يكونش في أي سبب للوفاة، لا غاز ولا مخدر ولا سم ولا أي حاجة. تعرفي دي من أغرب القضايا اللي مرت عليا. أنا دورت في كل حاجة. الواد سالم بيقول لي إيه؟
تلاقي العفريت موتوه. الله وقع. سيبينا بقى من الميتين وخلينا في الصحيين. اخبار وليد ايه؟ لسه مقموس؟ لسه ومش عارفه اعمل ايه. نفسي كل حاجه ترجع زي الاول. بصي بقى انزلي صالحيه وراضيه، مفيش بقى ولا كبرياء ولا كرامه بين الازواج. وانتوا قاعدين كده في ساعه صفا تبقي تعبين ان هو ساب البيت، مش مشكله يعني. اخيرا اليوم خلص. لو كنتي خلصتي روحي. انا كان فاضل لي ده بس حالي كده. تشوفين الدي ان ايه في العينه دي، لان النيابه هتبعت المشتبه فيهم بعد يومين. حاضر. يلا سلام عليكم. مع السلامه. انتي مش ملاحظه ان نشوى غريبه قوي اليومين دي؟ على قد ما كانت جايه في الاول شايفه نفسها ومنطلقه، على قد ما دلوقتي بتصعب عليا قوي. محدش خالي يا سلمى، كل واحد عنده بلاوي. روحي صالحي جوزك، اسمعي الكلام. منزلني من البيت على ملا وشي ليه؟ ايه الدخلة دي؟ مش مكفيك قعدة البوابين اللي انا قاعدها؟ ده انا بقالي ساعة برغي مع ام محسن. قول يا عم خلص، في ايه؟ كنت محتاج اتكلم مع حد وللاسف ما عنديش صاحب غيرك. اصحاب؟ انت خليت فيها صحوبية ولا عشرة ولا أي حاجة؟ يا ابني أنا لحد دلوقتي مش مصدق اللي أنت عملته فيا. احنا الاتنين غلطانين، نبقى خالصين. لا مش خالصين، أنا اللي أنا قلته ده كان عشان خاطر مصلحتك، عشان خايف عليك، إنما أنت عملته ده ليه؟ توصل لمد الايد؟ ما انت اللي استفزتني يا ايمن، وانت عارفني لما بتعصب ما بشوفش قدامي. خلاص بقى. خلاص بقى. صافي يا لبن. حبيبي قشطة. طب تعالى انا عازمك على الغدا. في مطعم سوشي جديد فاتح في المعادي. الحمد لله يا رب. انت يا ابني لسه فيك الداء ده؟ سوشي؟ الله يرحمه. لا تعالى انا عازمك على الغدا في بيتي. امك طبخة ايه؟ مش عارف. هي بتفرق معاك؟ ما انت بتلغط اي حاجة. يا ما كفتكش اللي فاتت ولا ايه؟ يلا. انت ازاي تسكتي عن نفسك بالطريقه دي؟ انت كده تموتي نفسك. لا ماما، ان شاء الله ان شاء الله النهارده بالليل هروح للدكتوره عشان نحدد ميعاد العمليه. انت مالك خايفه من العمليه كده ليه؟ انت لاول واحده شلت الرحم ولا اخر واحده؟ المهم انك انت تبقي كويسه. انا بحمد ربنا ان الموظفين مشوا وان محدش شافني وانا بالطريقه دي. يا ستي اللي يشوف يشوف واللي يعرف يعرف. وحياتك يا دكتورة، أنا مش عايزة حد يعرف الموضوع ده خالص. حبيبتي مش عايزة أحس إن أنا صعبانة على حد. ما تخافيش ما تخافيش، أنا مش هقول لحد، المهم إنك أنت تبقي كويسة وما تفكريش في حد. يلا. أختي يا زوبة. الحمد لله قامت. يا ابني ركز معايا، انت على طول كده مش فاهم حاجه. انت عارفني. المهم هشمن شافك يا حبيبي. ازيك؟ ازيك يا طنط؟ ازيك وازي ماما وبابا واخواتك؟ كويسين الحمد لله. كويسين. ايوه كده، انا فرحانه قوي ان انتوا اتصلحتوا. ما مفيش احسن من صحوبيه الراجل، بس تيجي الست تغور الرجاله كلها. ولا ست ولا راجل يزعلكم من بعض ابدا. ها ماشي. يلا لما تعوزوا حاجه قولي. طب انت مش هتقول لها نتغدى؟ انا ما اكلتش حاجه من الصبح. انت لسه همك على بطنك يا ابني؟ حتى اعمل لنا، بس اشرح لي بس الاول، اعمل بلقمتك. انت هتذلني عشان غدوه؟ اه تعالى. النيورولوجيكال سيمتومز ليها 10 حاجات. 10 حاجات؟ 10 حاجات، وشيل الدمبلز اللي في دماغك دي. في 10% يعني 10% من الحالات هي اللي بتجيلها النيورولوجيكال سيمتومز دي. انت فين يا زفت الطين انت؟ طبعا هربت بعد ما عملت عملتك السودة. عملت ايه بس يا ريس؟ ده انا دراعك اليمين.
انا سافرت عشان اتخنقت من مناقره اختك معايا ليل ونهار، قلت لك اغير جو. يا راجل انت فاهم ان انا اهبل يالا ولا ايه؟ تهربت بعد ما خدت الوصولات اللي كنا ماسكينها على لبنى. بس انا هعرف اجيبك لو انت فين، وهوريك انا بقى مين. الاوراق معايا كلها في الحفظ والصون، انا خفت اسيبهم في الشركه احسن حد يسرقهم، قلت اخدهم معايا. والله طب لما اشوفك لنا كلام تاني. طبعا اول ما انزل مصر هجيبهم لك على طول، انا تحت امرك. حاضر مع قلب. ماشي. ازيك يا عايدة؟ انت شرفت يا بيه؟ ما لسه بدري، مستعجل كده ليه؟ الله، وانت على طول كده لسانك متبري منك؟ وانت على طول كده بتبجح فيها؟ صحيح، اللي اختشوا ماتوا. يا شروق، يا احمد، انتوا فين يا اولاد؟ تعالي يا شروق، تعالي يا احمد. ازيك يا بابا؟ الله يسلمك، انت كمان وحشتيني. ازيك؟ الله يسلمك يا حبيبي. شوفوا بقى قلت لكم ايه؟ انت دول وريني. وانت دول، بص بقى الفستان ده وانت بص. الله، دي حاجات جامده قوي. دي حلوه يا سلام. ايه الحاجات دي كلها؟ من امتى بتجيب معاك حاجات وانت جاي من السفر؟ وجايب الفلوس منين؟ تعالى هنا، هو انا مش بكلمك؟ بقولك ايه، انا بقالي 3 ساعات سايق وتعبان. انا عايز اعرف انت كنت هربان من ايه؟ عملت ايه؟ هكون عملت ايه يعني؟ سافرت يومين اسكندريه، ما انا على طول عامل زي الطرف سايق ما بين شغل اخوكي وما بين شغل الحكومه. ايه؟ اجرمت ان انا ريحت شويه؟ ايوه يا اخويا اشتغلني، انا متاكده انك عامل عملي، والنبي تلاقيك انت اللي قتلت الست دي اللي بيقولوا عليها. اتجننتي؟ انت عايزه توديني حبل المشنقه ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى ان انا متاكد ان اخوكي هو اللي قتلها؟ يا ناقص، بعد اللي عادل عمله عشانك تقول عليه كده؟ طب شوف انت عملت اي مصيبه تخليه يرفدك. بقول لك ايه، انا مش فاضي لكلامك الفارغ ده، انا هريح ساعه لحد ما تحضر الغدا. هروح ساعه لحد ما تحضر الغدا، وده اللي انت فالح فيه. مش كده يا اخوانا خالص، البيت كده بيتبهدل يا باشا، سيبنا نشوف شغلنا، احنا واخدين اذن من رأفت بيه، حتى ممكن تستنانا بره لحد ما نخلص، اتفضل. ومالك يا باشا؟ ايوه رأفت بيه، يا باشا الجماعه بتوعنا باحث قلبين الدنيا هنا ومبهدلين الدنيا خالص ومش عارف اعمل معاهم ايه. في الشقه عندك يا باشا، في الطريق توصل بالسلامة سعادة الباشا. لقيتي حاجة يا دكتورة؟ أبدا، دينا بندور. لقينا دلوقتي في خزنة الدولاب يا فندم. دول أكيد حاجات القتيلة، لازم نعمل حصر عشان نعرف إيه اللي اتسرق منها بالظبط. ده. انا عايز افهم ايه اللي بيحصل دوت. انتوا ما التزمتوش باللي اتفقنا عليه، وتقولوا انك هتدوروا على اوراق تساعدك في القضيه. الشقه تتبهدل بالشكل ده، اطلع بره بره. ايه اللي حضرتك بتعمله ده؟ احنا جايين نشوف شغلنا، مش جايين نتضايف هنا. اهدي يا دكتوره، معلش يا رافض بيه، احنا تقريبا خلصنا شغلنا.
موت مين؟ أنا شفتك قبل كده؟ مين المدام؟ دكتورة فاطمة يونس، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، تؤمر بحاجة يا وائل بيه؟ شكراً يا دكتور، هكلم حضرتك إن شاء الله. يلا، لم حاجتك. تحت أمرك يا دكتور، بعد إذنك. هي فاكرة نفسها إيه؟ أنا رأفت صلاح الدين بتليفون واحد أقدر أطيرها. هي كانت هنا بصفتها إيه؟ مفيش داعي رأفت بيه، الحقيقة هي جاية هنا بصفة ودية، بناءً على طلبي. الحق عليا، اللي بحاول أساعدكم. بيتي يتحول إلى مسرح للجريمة، وكمان تجيبولي دكتورة من الطب الشرعي. إحنا بنسخر كل جهودنا عشان نحل القضية، بنحاول نوصل للقاتل في أسرع وقت، وأكيد مش قصدنا نضايق حضرتك. رأفت بيه، أنا عايزك بس تهدى كده وتبص على القطعة اللي ناقصة، عشان إحنا هنعمل بلاغات لكل محلات الذهب. ممكن يكون القتل بغرض السرقة، وساعتها أول ما القاتل يحاول يبيع أي حاجة من المسروقات دي نقبض عليه. أنا مش فاكر المرحومة كان عندها إيه، بس هي كانت دايماً بتحتفظ بفواتير الحاجات دي، ممكن تشوفها وتقارن وتشوف إيه اللي ناقص. تعال تعال. لو سمحت قول لهم كفاية أرجوك بقى. حاضر يا رفاق، اتفضل. خلاص منورنا يا ممدوح. بقى كده يا راجل ما نشوفكش من السنة للسنة. هعمل ايه؟ ما اختك السبب، هي اللي ما بتسألش عني غير من السنة للسنة، وغالبا بيبقى فيه سبب. ده ما سألتش عني من ساعة ما كانت عايزة ترفع قضية النفقة. لا لا فايزة ما تقصدش، ده من عشمها فيك يا ابن خالتي. اخبار القضية ايه يا ممدوح؟ اتحددت جلسة في محكمة الأسرة عشان التسوية. تسوية ايه؟ انا مش عايزة صلح ولا تسوية، هو انا كنت بعمل كل ده عشان في الاخر تخلص الحكاية بالبساطة دي؟ أيوة عارف عارف، عشان كده أنت مش هتحضري الجلسة دي عشان تتحول القضية للمحكمة. إزيك يا أنكل؟ أهلا يا حبيبتي. أهلا الحمد لله على السلامة. إزيك يا أنت؟ أهلا يا حبيبتي. أيوة بس أنت قلتلي إن هو موافق إن هو يدفع نفقة السمر ويدفع خادم ويدفع نفقة المتعة والعدة، لما إيه بقى؟ فين نفقة ندى؟ ندى كبيرة يعني ولية نفسها، يعني لازم ترفع قضية، عشان كده لازم تجيني المكتب في أسرع وقت عشان نبتدي في الإجراءات. أنا مش عارفة قضية على بابا، عن إذنكم. يا زالت ولا إيه؟ ما تهيقليش إن ندى ترضى ترفع قضية على بابا، لأنها بتموت فيه. اسكت يا نادي، هترفع قضية غصب عنها. إيه بقولك إيه ممدوح، مش ناوي تديق بقى الكيك اللي عاملاه فايزة؟ لازم تاكل منه. اتفضل. إذا كانت فايزة هي اللي عاملة ده فأنا لازم أكله. دي فايزة أحلى حاجة بتعملها هي الحلويات. يا سلام. تسلم إيديك. ألف هنا وشفا. أنت بتقولي إيه يا ماما؟ أنا أرفع قضية على بابا وأقف قدامه في المحكمة وأقول له إديني فلوس؟ طب إزاي؟ يا عبيطة، النفقة دي من حقك يا ستي، حتى لو مش عايزة الفلوس خديهم وحطيهم باسمك في البنك، هتستنفعي بيهم في يوم من الأيام. بس هو مش مانع عننا حاجة، واداني فلوس أكتر من مرة حضرتك يا فاطي تاخديها. أنا مش هقبل صدقة من حد، أنا حقي هاخده بالقانون وبس. طب قوليلي بس أنت عايزة كام، وأنا هقول لبابا، وأنا متأكدة أنه هيديك اللي أنت عايزاه من المحكمة ولا فضايح. فضايح؟ أنا برضو اللي بعمل فضايح ولا هو؟ كده على قلبه فلوس قد كده بدل ما ياخدهم ويروح يتجوز بيهم. اسمعي لما اقولك، احنا بكره هنروح عند المحامي وهتعملي توكيل علشان نرفع القضيه بتاعتك، فاهمه ولا لا؟ انا اسفه، انا مش هقدر اعمل كده. اسفه؟ مش هتقدري تعملي كده؟ خلاص يا ندى، دوري على اللي هيصرف عليكي بقى. وانا متشكره قوي قوي، انا اصلا مش عايزه اي حاجه. ندى، انت يا بنت، انت يا بنت يا ندى. ازيك يا بابا؟ في يا ندى، مالك؟ السمر كويسه؟ كويسه، لكن انا اللي مش كويسه يا بابا. ايه اللي حصل؟ ايه؟ اتخانقت مع ماما. ليه؟ تخيل انها عايزاني. عايزاكي ايه؟ قولي. ارفع قضيه نفقه عليك. حسرت يا فايزه؟
بابا انا مش هينفع ارجع البيت تاني، انا هفضل معاك هنا. حبيبتي انا عايزك انت وسمر هنا معايا على طول، لكن ماما هتقلق عليكم. يا بابا لو سمحت انا مش عايز ارجع تاني، لو رجعت هنفضل نتخانق وانا خلاص تعبت. خدي نامي واستريحي وانا هعمل لك عشاء. لا يا بابا انا مش جعانة، كل انت بالهنا والشفا، انا هدخل انام. صباح على خير. يا بابا بقالي كتير ما سمعتش الكلمة دي، وانت من اهلي. ملقيناش في البيت او المكتب اي اثر انها تكون اتقتلت هناك. يعني لا الادله الجنائيه ولا الدكتوره فاطمه لقوا اي حاجه تدلنا في القضيه دي؟ ما سابوش حته ما بصوش فيها. المشكله كده انها ممكن تكون اتقتلت في اي مكان. ادخل. محامي رافض بيه صلاح الدين بره، عايز يقابل سيادتك. خليه يدخل. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. تفضل. موكلي عضو مجلس الشعب رأفت صلاح الدين بيطلب تنحيه الدكتوره فاطمه يونس عن القضيه. انا بس اللي بحدد مين اللي يشتغل في القضيه، وعلى فكره اي تدخل في الموضوع ده مرفوض. ده مفهوم. موكلي بيطلب الموضوع ده بشكل ودي، هو مش عايز يضطر هو كمان انه ما يتعاونش مع النيابه ويستخدم حصانته، وبالتالي ده هيعطل سير التحقيقات. بيتهيألي رأفت باشا يهمه أكتر من هنا إن احنا نوصل للي قتل مراته، ومش من مصلحته خالص إن سير التحقيقات يتعطل. المصالح هنا مشتركة، وإذا كانت الدكتورة دي اتعاملت مع موكلي بشكل غير لايق، من الأفضل إنها تسيب القضية خالص، وأعتقد إن في الطب الشرعي دكاترة كتير على درجة عالية من الكفاءة يقدروا يقوموا بنفس الشغل. أنا أشوف الموضوع ده. شرفت. أنا متشكر جدا. مع السلامة. تحياتي. دكتورة فاطمة ما غلطتش فيه ولا حاجة، الراجل ده بيستهبل. أنا فاهم ده كويس يا وائل بيه، بس أنت عارف رأفت لو حب يغلس معانا هيعطلنا قد إيه؟ هنضطر نرجع لمجلس الشعب عشان نجيب منهم موافقة بالتحقيق معاه، وعلى ما المجلس يطلع على الأوراق ويقرر إذا كان في ضرورة إن إحنا نحقق معاه ولا لأ هنتعطل كتير، وإحنا بقى في غنى عن أي حاجة من التأخير ده. يعني سيادتك هتطلب إنها تسيب القضية فعلا؟ والله لما أشوف. الو دكتور عبد اللطيف، انا فؤاد منصور.